الألعاب النارية والموسيقى ومئات الآلاف من السياح. يعد استعراض العام الجديد في سيدني واحداً من الأجمل في العالم. وقع الأستراليون في هذا العام على عريضة لإلغاء الألعاب النارية بسبب حرائق الغابات الأعنف التي اجتاحت البلاد، غير أن السلطات لم تلغي العرض. استقبلت هونغ كونغ عام 2020 في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت غرينتش في المدينة التي تتواصل فيها الاحتجاجات الجماعية والصدامات منذ 6 أشهر. ألغي عرض الألعاب النارية بمناسبة العيد لأول مرة، إذ اعتبرته السلطات غير آمن، ونظمت بدلا منه عرضا ضوئيا فوق خليج كولون. بعد دقائق قليلة من بداية عام 2020 استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع. هكذا عاد الناس في الأول من يناير للاحتجاج مطالبين بالإفراج عن المحتجزين وتغيير قانون الانتخابات وإلغاء التصنيف القانوني للاحتجاجات على أنها أعمال شغب. أما دبي فقد احتفلت بالعام الجديد تقليديا بإنارة ناطحة السحاب برج خليفة، المبنى الأعلى في العالم، بالحفلات والعروض الموسيقية. استقبلت أوروبا عام 2020، تجمع في بولندا عشرات الآلاف من السكان والسائحين في الساحة المركزية بوارسو. أتمنى للجميع النجاح والانتصارات والخير في العام الجديد. نريد أن نهنئ أمنا وعمتنا في وارسو والجميع، نهنئ الجميع. أصبح الشانزليزيه مركزاً للاحتفالات في باريس، حيث استقبل عشرات الآلاف عام 2020 عند قوس النصر. أتمنى للجميع تحقيق الأحلام واكتشاف عالمنا وسفر كثيرا. احتفلت لندن بالعام الجديد على وقع دقات بيج بن ورشقات الألعاب النارية المتتالية فوق نهر التايمز. هكذا أضاءت 12 ألف لعبة نارية سماء العاصمة البريطانية. للاحتفال بالعام الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية تجمع آلاف الناس في ساحة التايمز في نيويورك لانتظار لحظة العيد الرئيسية، سقوط الكرة البلورية التي ترمز إلى بداية عام 2020. آخر من احتفل بالعام الجديد في الساعة 13 بتوقيت كييف كان جزر ساموا الأمريكية الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.